أخذ الحسين الطشت جاء به إلى زاوية من زوايا الدار وغطاه بالرداء أو بالمنديل ويريد يفتح الباب. من بالباب؟ وإذا بصوت زينب: أنا الفاقدة أمي وبين، وأنا جاي يتعافى لخيي، خوفي يزول اليوم فيي، لو راح الحسن هاليوم يا حسين، يا حسين تجيله بصدرك ابن والدك وحزام ظهرك، خوف الدهر بعد يغدرك، وظل يا خويا وما لك معين. يا زينب المحزونة، يا زينب المحزونة، لقوم الحسن وادعي له من قبل ما تفقدي، صارت صوايح في السماء والأرض في زلزال. زينب لفت لأخوها ودموعها هما، حسين خبر زينب خوغ الحسن وش حال، نادى تغير لونه يا زينب المحزون، نادت يا أخو يا وتبجي والصوت منها عالي، يا أخو يا يا صيواني عز ويا شيخ رجع، ضيعتني يا ابن أمي الله ولا حد يا الوالي، يا ليتني في قبرك قبلك أني المدفونة. أهل العزاء، أخذ زين أخذ الحسين بيد أخته زينب، لما أن رأت زينب أخاها الحسين وقد اخضر لون وجهه وبدنه، نادت وفاطمة وأخاه: من لنا بعدك يا أبا محمد؟ الآن تتجدد مصيبة علي، مصيبة رابعة على أختك زينب. عاد نظرت إلى أخيها الحسن وعرفت من سمى الحسن، نادت متواعدة تقطام وجعيدة علينا، أجاد أجاد بن علي بن فايزة، إلا متواعدة تقطام وجعيد علي، هذيك بالكوفة وهذي في المدينة، صادت يا خويا حيلتي الثنتين فينا، والكل علينا يدير كاسات المنية. قامت لأن دخلت، وما دخلت زينب لوحدها، لا لا لا، دخلت وياها عمات الحسن وياها بنات الحسن وياها أخوات الحسن، وكلهم اجتمعوا حلقة، شافوا زينب قايمة تدور تدور في البيت، تدور فكرها خاير كأنها تريد تودي نداء لمنو، ها حطوا يا زغرة اليوم في دارج عزية، حطها يا زغرة اليوم غريب الغاضري، وانت يا زغرة بالصفايح مختفية، ليتك يا زغرة اليوم حالة تنظرين، ليتك تشوفين الحسن في صدر الحسين، تجي لغى بصدره ويهل مدامع العين، والكل منهم شابح الثاني باليدين ويقول: أمر فرض الباري علينا.